بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم المفتوح، نظرية التنظيم والتنظيم البيروقراطي، المستوى الثالث، فصل أول، مدمج. إعداد الدكتورة إكرام محمود أحمد جمعة. المحاضرة الأولى، الوحدة الأولى، نظرية التنظيم. نظرة عامة على نظريات التنظيم. تحظى نظريات التنظيم باهتمام الباحثين والممارسين للإدارة، لما تقدمه من مفاهيم ومبادئ وقواعد منظمة للأنشطة والأعمال. ويزداد الاهتمام بالنظريات لازدياد عددها ونموها وتشعبها. لذلك فقد أصبح من الضروري أن نتعرف على هذه النظريات ونصنفها في مجموعات رئيسية. يمكن تصنيف نظريات التنظيم إلى قسمين رئيسيين أو نظريتين أساسيتين، وهما النظرية الكلاسيكية والنظرية السلوكية. وقد قسمهم البعض الآخر إلى 5 نظريات أساسية: 1 النظرية الكلاسيكية، 2 النظرية البيروقراطية، 3 النظرية الكلاسيكية الحديثة أو النظرية السلوكية، 4 النظرية الموقفية أو نظرية الظروف البيئية، 5 نظرية النظم. أولا النظرية الكلاسيكية. تعد النظرية الكلاسيكية من أقدم النظريات التي قامت بدراسة التنظيم، ومن أهم روادها فريدريك تيلور وغيره من الرواد. وسوف نقوم بالتركيز على الرائد فريدريك تيلور. فريدريك تيلور يعتبر رائد الإدارة العلمية، وأول من قام بدراسات في مجال التنظيم والإدارة. ومن أهم دراساته ألف دراسة الحركة والوقت. فقد قام تيلور بتقسيم العمل إلى الحركات الأساسية المكونة له، كما قام بدراسة الوقت اللازم لكل حركة على حدة. وبعد دراسة أوقات الراحة وأوقات الأعطال أمكن له استخراج الوقت اللازم لكل عمل، كما أنه درس الحركات اللازمة لكل عمل واستبعد الحركات غير اللازمة منها. ب النظام التمييزي للدفع بالقطعة، وهو نظام للأجور التشجيعية. وهذا النظام يقوم على دفع معدل الأجر للعامل الذي لم يصل إلى حد العمل المطلوب منه، ومعدل آخر للأجر للعامل الذي يصل إلى الحد المطلوب منه. ج الفصل بين التخطيط والتنفيذ والإشراف الوظيفي التخصصي. وهذه الدراسة خاصة بنظام الإشراف، حيث كان النظام السائد قبل ذلك هو أن يقوم المشرف بتخطيط وتنفيذ العمل الخاص به. ولكن تيلور أدخل فئة المشرفين والوظيفيين المتخصصين، كل يختص بجزئية من العمل، وبذلك أصبح العامل يخضع لأكثر من مشرف ويتلقى الأوامر من أكثر من رئيس. وقد اقترح تيلور وجود 4 كتبة في حجرة التخطيط، أحدهم متخصص في حفظ النظام والتأديب، والثاني متخصص في تسلسل العمل وخط السير، والثالث في إصدار بطاقة التعليمات، والرابع متخصص في الوقت والتكاليف. ويمكن الرجوع للكتاب صفحة 7 لملاحظة الشكل الذي يبين تقسيم العمل الإشرافي كما نادى به تيلور. المحاور الأربعة للنموذج الكلاسيكي. ويبنى النموذج الكلاسيكي على 4 محاور: 1 تقسيم العمل، 2 نطاق الإشراف، 3 التدرج الرئاسي أو التدرج الهرمي، 4 المشورة والخدمات المعاونة. ويمكننا أن نتناول كل محور من المحاور بالتفصيل. نمرة 1 تقسيم العمل. ويعتبر تقسيم العمل محورا أساسيا في النموذج الكلاسيكي، فمن خلال تقسيم العمل تتحقق الكفاءة، وهو يعني التخصص، فيقوم كل عامل بجزء من العمل حسب قدرته، وهذا يؤدي إلى السرعة في الأداء وتحقيق الجودة العالية، وبالتالي تحقيق الكفاءة. المحور الثاني نطاق الإشراف، وهو عدد المرؤوسين الذي يمكن أن يشرف عليهم الرئيس بكفاءة. ويختلف نطاق الإشراف باختلاف كل من العمل والرئيس والمرؤوسين. ونطاق الإشراف له تأثير كبير في تحديد شكل الهرم التنظيمي. فنطاق الإشراف الواسع يجعل الهرم مفلطحا وقصيرا، ونطاق الإشراف الضيق يجعل الهرم مدببا وطويلا.
المحور الثالث التدرج الرئاسي أو الهرمي، ويتطلب ذلك أن يكون هناك رئيس واحد تصدر منه التعليمات ويحصل على المعلومات، على أن يكون مسؤولا عن الأعمال مع تفويض للسلطة للمرؤوسين، وبذلك يكون هناك هيكلا للعلاقات، فيكون هناك تدرج للسلطات مع تحمل المسؤوليات. المحور الرابع المشهورة والخدمات المعاونة المتخصصة، فمع نمو حجم العمل يضع أعباء على الإدارة العليا، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تقسيم العمل بين التنفيذ وبين وحدات المشورة والخدمات المعاونة المتخصصة، وبذلك فالتنظيم يتصف بوجود تنفيذيين ومستشارين ومعاونين متخصصين. خصائص النموذج الكلاسيكي: نمرة واحد الرشد، والمقصود بالرشد أنه أن هذا النموذج لا يعتمد على العاطفة، فالمنظمات تنشأ من أجل هدف رشيد وهو تحقيق الأرباح، ويقسم العمل فيها على أساس رشيد حتى تتحقق الكفاءة ويزيد الإنتاج وتعلو الجودة، وبذلك يتم الحصول على الأرباح الوفيرة، وذلك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. الخاصية الثانية للنموذج الكلاسيكي التخصص، فالتخصص يؤدي إلى سرعة تنفيذ العمل وبالتالي على تحقيق الكفاءة، وبناء على وجهة نظر النموذج الكلاسيكي فإن الوظائف والأنشطة تقسم إلى أدنى مستوى لها، بحيث يقوم كل عامل بجزء صغير من العمل، وطبقا لوجهة نظر هنري فيل وهو العالم رائد النظرية الكلاسيكية أيضا، فإن التخصص يؤدي إلى إنتاج أكبر وعمل أحسن بنفس المجهود. الخاصية الثالثة للنموذج الكلاسيكي وهو التنسيق، إن التخصص وتقسيم العمل يخلق مشكلة جديدة، وهو ضرورة التنسيق بين هذه الأجزاء لكي تعمل باتساق، ولذلك يحتل التنسيق أهمية كبرى في النموذج الكلاسيكي. الخاصية الرابعة للنموذج الكلاسيكي وهي المركزية، أي يكون هناك توحيد للمسؤولية، فيكون هناك شخص واحد مسؤول عن العمل ككل. ويشبه المفكرون الكلاسيكيون المركزية بالمخ في جسم الإنسان، حيث أنه يستقبل جميع الأحاسيس من أجزاء الجسم المختلفة، ثم يصدر الأوامر لجميع الأعضاء بالحركة. وكذلك فإن النموذج الكلاسيكي يرى ضرورة وجود شخص واحد على قمة التنظيم يكون هو المسؤول الأول عنه. الخاصية الخامسة وهي المسؤولية، من خلال النموذج الكلاسيكي فإن المسؤولية هي المحاسبة عن القيام بواجبات محددة، فلا يصح أن يترك كل شخص يقوم بما يراه من الأعمال دون المحاسبة حتى لا تحدث فوضى وانهيار للمنظمة. الخاصية رقم 6 السلطة، إذا كان الشخص مسؤول عن القيام بعمل أو واجب معين فلابد أن يعطى له أو يسمح له بالسلطة التي تمكنه من أداء هذا العمل، أو هو الحق في إلزام الآخرين للامتثال لأوامر صاحب الحق. الخاصية رقم 7 تكافؤ السلطة والمسؤولية، بما أن المسؤولية هي التزام بالقيام بواجبات محددة، وأن السلطة هي إلزام الآخرين للامتثال وطاعة صاحب هذا الحق، فإن السلطة والمسؤولية على مستوى كل منصب من المناصب الإدارية يجب أن يكون متكافئين، لأنه إذا زادت السلطة عن المسؤولية على مستوى المنصب الواحد كانت النتيجة طغيان صاحب هذا المنصب. الخاصية الثامنة للنموذج الكلاسيكي وهي تفويض السلطة، وبالرغم من ضرورة تركيز السلطة على أعلى مستوى في المنظمة من المنظمة، فإنه من الضروري تفويض جزء من هذه السلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ المهام المطلوبة منها. الخاصية التاسعة للنموذج الكلاسيكي وهي توصيف الوظائف كتابة، كي يتم إحكام العمل كما يقترح النموذج الكلاسيكي، فإنه لابد من وصف وتحديد واجبات ومسؤوليات وسلطات كل وظيفة، كما يجب أن تحدد أيضا علاقات كل وظيفة بالوظائف الأخرى، كما تحدد مواصفات شاغل الوظيفة. كل ذلك لابد أن يكون مكتوبا حتى يسهل الرجوع إليه عند اختيار العاملين لشغل الوظائف، وعند تقييم أداء العاملين وتحديد رواتبهم.
الخاصية العاشرة وهي وحدة الرئاسة. إن مركزية السلطة تتطلب تسلسلا في الهيكل التنظيمي من حيث ضرورة وجود رئيس واحد لكل شخص، بمعنى أن يتلقى كل موظف تعليماته من رئيس واحد فقط. فإذا حدث إخلال بهذا المبدأ فلن يكون هناك انضباط، وسيتدهور النظام ويهدد الاستقرار. ويعتبر الازدواج في الرئاسة مصدر دائم للصراعات ويجب عدم الوقوع فيه. الخاصية 11 هي قصر خط السلطة. فإن التسلسل الرئاسي والتدرج الهرمي للسلطات يجعل من الضروري أن يكون خط السلطة، ذلك الخط بين أدنى المستويات وأعلاها، قصير. وهناك علاقة عكسية بين نطاق الإشراف وطول خط السلطة، فكلما زاد نطاق الإشراف أي زاد عدد المرؤوسين قصر خط السلطة، وكلما قل نطاق الإشراف طال خط السلطة. الخاصية رقم 12 وهي التكلفة، بمعنى أن الرشد هو محور أساسي في النموذج الكلاسيكي والذي يهدف إلى تحقيق الكفاءة وزيادة الأرباح. فإن انخفاض التكلفة يكون مطلب أساسي، فلا بد من ضبط التكاليف عند أدنى حد لها بحيث لا تخلق أي مناصب لا ضرورة لها. الخاصية رقم 13 العلاقات الهيراركية. باعتبار أن النموذج الكلاسيكي نموذج رشيد، فإن العلاقات التي يسمح بها هي العلاقات الرشيدة التي يتم التحكم فيها رئاسيا. وكذلك فإن النموذج الكلاسيكي يتطلب أن تكون العلاقات الرئاسية هيراركية بمعنى متدرجة. إن هذا المبدأ ضروري للاتصال كما أنه ضروري لتطبيق وحدة السلطة. المحاضرة الثانية، أهم الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية في التنظيم. نمرة واحد، إغفال الجانب الإنساني والمعنوي ووجود التنظيمات غير الرسمية. أغفلت النظرية الكلاسيكية أهم عنصر داخل المنظمة وهو الإنسان، فقد نظرت إليه وعاملته وكأنه أحد عناصر العمل المادية مثل الآلات والمعدات التي يمكن التحكم والتصرف فيه وفق الرغبة. فقد انصب اهتمام هذه النظرية على الجوانب الفنية والمادية للعمل، وإذا كانت تعطي بعض الاهتمام للعاملين فكانت تهدف في المقام الأول من ذلك إلى الحصول على أكبر إنتاجية منهم، وليس المقصود راحتهم والاهتمام بهم. فالنظرية الكلاسيكية تكاد لا تذكر شيئا عن الجانب السلوكي وأهميته وتأثيره في العمل والإنتاجية. الانتقاد الثاني روح التسلط والنفوذ. وتؤمن النظرية الكلاسيكية بالرئاسة الديكتاتورية، حيث تعتبر مركزية السلطة والسيطرة والنفوذ والاستبداد وسيلة فعالة لإحكام السيطرة على المرؤوسين وإخضاعهم التام للأوامر والتعليمات. الانتقاد الثالث وهو تعارض مبدأ وحدة الرئاسة مع مبدأ التخصص. إن مبدأ وحدة الرئاسة الذي يعني أن الفرد لا يأخذ أوامره وتعليماته إلا من رئيس واحد فقط، وهو المبدأ الذي نادى به معظم علماء النظرية الكلاسيكية في التنظيم ما عدا تيلور. هذا المبدأ مقبول من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فقد يحدث تعارض بينه وبين مبدأ التخصص. فمثلا مدير الحسابات في أحد فروع المنظمة، هل يتبع لمدير الفرع ويأخذ تعليماته منه، أم يتبع لمدير الإدارة المالية الذي يكون المدير المتخصص له؟ الانتقاد الرابع وهو الآثار السلبية لمبدأ التخصص وتقسيم العمل. وبالرغم من أهمية مبدأ التخصص وتقسيم العمل، إلا أن النظرية لم توضح المدى الذي يمكن بلوغه حين التخصص، وذلك بالإضافة إلى أن التخصص يعني بمعناه الحرفي الاستفادة الضئيلة من قدرات وخبرات الأفراد، هذا بالإضافة إلى الملل الناشئ عن أداء أعمال بسيطة ومتكررة. الانتقاد الخامس عمومية مبدأ نطاق الإشراف وتعارضه مع مبدأ قصر خط السلطة. يعتبر مبدأ نطاق الإشراف مفهوما نظريا لا يمكن الأخذ به على علاته وتطبيقه في جميع المواقف. إن التحديد السليم لنطاق الإشراف الخاص برئيس ما
يتوقف على عدة أشياء مثل قدرة الرئيس ذاته على الإشراف على الآخرين ونوعية وقدرات المرؤوسين أنفسهم، وكذلك طبيعة العمل ونوع التكنولوجيا المستخدمة. الانتقاد السادس وهو اتسام المبادئ المتعلقة بوحدة الأمر ووحدة التوجيه ووحدة الاتصالات بالجمود، ويأتي ذلك الجمود من أن هذه المبادئ تؤكد وتؤيد فكرة استقلالية الإدارات المختلفة داخل المنظمة الواحدة، وفي ذلك تعارض مع مفهوم النظم الذي يركز على المنظمة ككل متكامل. وعليه فإن الاهتمام بأجزاء المنظمة أي إدارتها قد يكون هاما، إلا أن دراسة طبيعة التفاعل وطبيعة العلاقات بين هذه الأجزاء هو الشيء الأكثر أهمية، وهذا هو الفارق بين النظرة الجزئية والنظرة الشاملة. الانتقاد السابع وهو عدم إمكان تنفيذ تكافؤ السلطة والمسؤولية. من المستحيل تصميم المنظمة بحيث يتكافأ بالضبط السلطة مع المسؤولية، لأن عمل أي شخص يتأثر بعمل عدد كبير من الأشخاص الذين لا يخضعون لنطاق سلطته. الانتقاد الثامن وهو تقديس الخرائط التنظيمية والاختصاصات. إن أهم ما يلاحظ على النظرية الكلاسيكية في التنظيم هو اهتمامها بالاختصاصات للمناصب المختلفة وبعلاقات المناصب بعضها ببعض. ويذهب البعض إلى القول بأنه في ظل هذه النظرية فإن الخريطة التنظيمية مقدسة والعلاقات فيها مقدسة أيضا، وعلى الأشخاص أن يكيفوا أنفسهم وعلاقاتهم بحسب الخريطة. الانتقاد التاسع وهو عدم واقعية مبدأ الرشد. قامت النظرية الكلاسيكية على مبدأ أساسي وهو وجود الرشد لدى جميع أعضاء التنظيم، حيث افترضت أن كل فرد يعمل داخل المنظمة لديه القدرة على المفاضلة بين البدائل المتاحة أمامه لاختيار الأنسب، وذلك في ظل معلومات كافية ودقيقة وصحيحة توفرها له المنظمة. الانتقاد العاشر وهو إغفال الصراع الداخلي. فإن النظرية الكلاسيكية افترضت أن العمل ينفذ وفق قواعد محددة ودقيقة، وأن كل فرد يعرف ما له وما عليه بشكل رسمي وواضح، وأنه لا مجال سوى للاتصالات الرسمية، فإنه لا مجال لحدوث صراعات بين الأفراد داخل التنظيم، وأن هذا الاعتقاد يعتبر غير سليم. الانتقاد رقم 11 لقد اللي هو عبارة عن إغفال تأثير البيئة. ولقد أغفلت النظرية الكلاسيكية حقيقة هامة عندما نظرت إلى التنظيم على أنه نظام مغلق، فقد تجاهلت النظرية الأمر الذي تحدثه التغيرات البيئية المستمرة في أداء المنظمة وتكوينها، فالقيم التي يؤمن بها العاملون والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع أو البيئة المحيطة لها أثر كبير في الأداء التنظيمي الكلي. يعني إن النظرية السلوكية أو ما يطلق عليها الكلاسيكية الحديثة في التنظيم، بعد الانتقادات التي تم توجيهها للنظرية الكلاسيكية ظهرت النظرية السلوكية، ومن أشهر رواد هذه النظرية إلتون نيل الذي قام بالعديد من التجارب وكان لها نتائج كثيرة. ثانيا النظرية السلوكية في التنظيم أو ما يطلق عليها النظرية الكلاسيكية الحديثة، فبعد الانتقادات التي وجهت للنظرية الكلاسيكية ظهرت النظرية السلوكية، ومن أشهر رواد النظرية السلوكية إلتون ميل، وقد قام بالعديد من التجارب وحقق نتائج لم تكن متوقعة على الإطلاق، وكان من شأنها أن نبهت إلى أن هناك عوامل أخرى غير العوامل المادية لها تأثير بالغ على الكفاءة الإنتاجية. وقد أطلق على التجارب التي أجراها إلتون مي تجارب الهاوثورن، وكان من نتائج هذه التجارب ما يلي: إن كمية العمل التي يؤديها العامل لا تتحدد طبقا لطاقته الفسيولوجية، وإنما تتحدد طبقا لطاقته النفسية والاجتماعية.
النتيجة التانية المكافآت والحوافز غير المادية والعقاب غير المادي تلعب دورا رئيسيا في تحفيز الأفراد وشعورهم بالرضا. النتيجة الثالثة التخصص الدقيق في العمال ليس بالضرورة هو أهم أشكال التنظيم كفاءة وأعلاها من حيث الإنتاجية. النتيجة الرابعة العمال لا يجابهون الإدارة وسياستها كأفراد وإنما ينطلقون في سلوكهم باعتبارهم أعضاء في جماعات. ويمكن أن نستخلص من ذلك أن نظرية العلاقات الإنسانية قد ركزت على ضرورة إشباع الرغبات الإنسانية للأفراد وذلك كوسيلة لتحسين الإنتاجية. أوجه الخلاف بين النظرية الكلاسيكية للتنظيم والنظرية السلوكية. أول حاجة النظرية الكلاسيكية ركزت على الجانب الفسيولوجي فقط بينما النظرية السلوكية ركزت على الناحية الاجتماعية والإنسانية والسلوكية. 2- النظرية الكلاسيكية ترى أن الأجر والمكافآت المادية هي الحوافز الوحيدة التي تدفع العامل إلى الإنتاج، أما النظرية السلوكية ركزت على أن الحوافز غير الاقتصادية أي المعنوية تلعب دورا في تشجيع العمال على الإنتاج. نقطة الخلاف الثالثة وتتمثل في الآتي: أن النظرية الكلاسيكية تركز على أهمية التخصص وتقسيم العمل، بينما لا ترى النظرية السلوكية في التخصص الكامل أساسا صالحا للإنتاج الكفء. نقطة الخلاف الثالثة وهي أن النظرية الكلاسيكية تركز على أهمية التخصص وتقسيم العمل، بينما النظرية السلوكية لا ترى التخصص وتقسيم العمل أساسا صالحا للإنتاج الكفء. نقطة الخلاف الرابعة وهي أن النظرية الكلاسيكية تنظر إلى العمال باعتبارهم أفراد منعزلين يضمهم التنظيم الرسمي فقط وبعد وقت العمل لا يوجد أي علاقات بينهم، بينما النظرية السلوكية بتركز على أهمية الجماعات في تحديد سلوك العمال وأن التنظيمات غير الرسمية يقبل عليها العاملين. نقطة الخلاف الخامسة وهي أن المدرسة الكلاسيكية تعتقد أن الكفاءة تحقق الرضا، أما في المدرسة السلوكية فإن الرضا هو الذي يحقق الكفاءة. نقطة الخلاف السادسة تهتم المدرسة الكلاسيكية بالعقلانية والرشد، بينما المدرسة السلوكية تهتم بالسلوك الانفعالي غير المخطط غير الرشيد باعتباره مؤثر كبير في التنظيم. الانتقادات الموجهة إلى النظرية السلوكية اللي هي الكلاسيكية الحديثة. أول حاجة بيؤخذ على هذه النظرية أنها لم تنتهج الأسلوب العلمي، فيجب على النظرية أن تقوم على مجموعة من الفروض الموضوعة مسبقا ومحاولة إثبات صحتها، وهذا لم يحدث بالنسبة للنظرية السلوكية. النقطة الثانية الانتقاد الثاني أن هذه النظرية أجرت تجربها على عدد محدود من العاملين. الانتقاد الثالث أن الإنتاجية تتحدد طبقا لعدد كبير من العوامل وليس إشباع الحاجات الاجتماعية للعاملين فقط كما افترضت المدرسة أو النظرية السلوكية. الانتقاد الرابع ليست الدوافع الاجتماعية فقط هي التي تحرك سلوك العاملين، ولكن هناك العديد من العوامل لا يمكن تجاهلها. الانتقاد الخامس اعتبرت النظرية السلوكية أن انتماء الفرد للجماعة وولاءه لها أهم شيء بالنسبة للفرد، ولكن ذلك ليس صحيحا بالنسبة لجميع الأفراد وفي كل الحالات. الانتقاد السادس للنظرية السلوكية بأن النظرية السلوكية اهتمت بالتنظيم غير الرسمي واعتبرته أساس البناء التنظيمي للمنظمة متجاهلة التنظيم الرسمي ذاته. الانتقاد السابع اعتبرت النظرية السلوكية
أن تدريب المشرفين هو أهم شيء يمكن أن تقوم به المنظمة حتى تحل جميع مشاكلها، إلا أن الدراسات والممارسات العملية لم تثبت ذلك ولم تؤكده. وننتقل بعد ذلك للوحدة الثانية بعنوان التنظيم البيروقراطي. أنماط العلاقات التي تقوم عليها تنظيمات الأعمال. يوجد ثلاث أنواع من الأنماط. نمرة واحد، نمط العلاقات التقليدية. ونرى هذا النمط من العلاقات يتمثل في الأسرة التي تقوم بعمل معين، فنجد الابن يطيع والده وينفذ أوامره نظرا للقيمة الرمزية للأب لدى الابن. وكذلك نرى القيمة الرمزية للعم أو الجد أو كبير العائلة أو شيخ القبيلة. وطالما بقيت هذه القيمة الرمزية لدى الفرد ظل يحترمها ويطيع أوامرها، ولكن لخروج الفرد واختلاطه بأفراد آخرين لا يحملون هذه القيم، نجد في هذه الحالة أن أساس الشرعية التي تجبر الفرد على إطاعة الأوامر لم تعد موجودة، فلا يقوم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه، وبالتالي لن تستمر التنظيمات القائمة على نمط العلاقات التقليدية. والتاريخ يثبت لنا ذلك، حيث أنه لا توجد حضارة ولا عمل كبير تركه لنا هذا النمط من العلاقات. النوع الثاني من أنماط العلاقات وهو نمط العلاقات الكاريزمية. قد نجد أن الفرد يطيع فرد آخر وينفذ أوامره بناء على صفات شخصية معينة في الأخير قبلها الأول واقتنع بها، وكانت هذه الصفات الشخصية هي أساس الشرعية في إطاعة الأوامر وتنفيذها، وهذه الصفات تسمى بما يعرف بالكاريزما في هذا الشخص، وتجعل من جماعة معينة تنظر إليه على أنه جدير بهذه الطاعة. ونجد أيضا أن هذا النمط من أنماط العلاقات لم يستمر ولم يترك أثرا لحضارة أو عمل كبير، إذ سرعان ما ينهار هذا التنظيم الكاريزمي لمجرد ظهور إنسان به صفات أخرى أفضل من الإنسان الأول الذي التفت إليه الأفراد، فيظهر تنظيم كاريزمي جديد. النمط الثالث من أنماط العلاقات وهو نمط العلاقات الرشيدة. ونظرا لأن النمطين السابقين لم يؤتيا ما كان مرجوا منهما، ولعدم استمرار أساس الشرعية في إطاعة الأوامر، وبالتالي عدم استمرار التنظيمات القائمة على أساس هذين النمطين، فقد فكر الإنسان في أساس جديد للشرعية لا يعتمد على صفات الأفراد ولا على ما يحملنه من قيم رمزية، وإنما يعتمد على قيمة مجردة تعبر عن أدوار ومواقع مطلوبة لإنجاز الأعمال، فأحاط العلاقات بين هذه الأدوار والمواقع بصيغة قانونية تكفل لها الاستمرار دون التأثر بأهواء الأشخاص حبا أو كرها وتقديسا لقيمة رمزية أو رفضا له. وعندما عرف الإنسان هذا النمط من العلاقات الذي يقوم على احترام الأفراد لقيمة مجردة من القواعد تعمل بمثابة أساس الشرعية وتكفل طاعة الجميع للأوامر باعتبارها ليست صادرة عن أشخاص ولكن عن أدوار تحقق له التنظيم المستمر، واستطاع أن يحقق أهدافه بصورة منتظمة وأن يترك حضارة للأجيال التي تعقبه مثل حضارة مصر القديمة والحضارة الصينية والرومانية وغيرها. المحاضرة الثالثة، النموذج البيروقراطي لماكس فيبر. تأثر فيبر في بنائه لهذا النمط الرشيد بعدة عوامل. أول حاجة ظهور المنظمات الصناعية الضخمة في ألمانيا مع أوائل القرن العشرين. خبرة فيبر مع الجيش الألماني الذي كان يعمل به قبل قيامه بالتدريس في الجامعة. الحاجة الثالثة، تركيز اهتمامه على الضعف البشري وعدم إمكانية الاعتماد على الحكم الشخصي وتقدير الأفراد وعواطفهم. النقطة الرابعة، شغف ماكس فيبر بالتاريخ ودراسة تطور مراحل حياة الإنسان من الحياة التقليدية إلى الحياة التي تتسم بالرشد والعقلانية. خصائص نموذج فيبر للبيروقراطية. أولا، هيكل وأسلوب تشغيل التنظيم البيروقراطي. هذه المجموعة من الخصائص تتعلق بمكونات وهيكل التنظيم، وكذلك تحديد الوظائف واختصاصاتها والقواعد التي تحكمها، والتدريب المتخصص الذي يجب أن يحصل عليه شاغل الوظائف
ونظام التسلسل الرئاسي المتبع بين الوظائف. ولتحقيق ذلك لابد من مراعاة ما يلي: 1- تنظيم مستمر لوظائف رسمية محاطة بالقواعد. 2- تحديد مجال الاختصاص لكل منصب. 3- اتباع مبدأ التسلسل الرئاسي. 4- التدريب المتخصص أساس للأداء الرشيد. 5- التسجيل الكتابي للقواعد. ثانياً، مكافأة الجهود في التنظيم البيروقراطي، ويتفرع من ذلك تقاضي شاغل المنصب لمرتب نقدي ثابت، وكذلك فصل ملكية التنظيم عن الملكية الخاصة لشاغل المنصب، وأيضاً المناصب ليست حكراً لشاغليها. ثالثاً، ضمانات حماية أعضاء التنظيم البيروقراطي، ويتفرع من ذلك الخدمة التطوعية وبالتعيين، الخدمة المستديمة والترقية بالأقدمية أو الاستحقاق، وكذلك طاعة منصب لمنصب، وأيضاً حق التظلم بطريق رسمي. رابعاً، رئاسة التنظيم البيروقراطي، ويتفرع من ذلك رئاسة غير بيروقراطية، بمعنى أن الرئيس الأعلى للتنظيم البيروقراطي هو الشخص الوحيد الذي لا يخضع لقواعد التنظيم البيروقراطي من حيث شغله للمنصب، فالرئيس لا يشغل المنصب بالتعيين وإنما بالانتخاب أو الوراثة، ولكن سلطته تتكون من مجالات اختصاصات محددة قانوناً. وطبقا لهذا التحليل، فالملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات والوزراء يمثلون رئاسات غير بيروقراطية لتنظيمات بيروقراطية. ويمكن أن نوضح في هذا السياق توفير الالتزام العاطفي، أن دور الرئاسة في التنظيمات البيروقراطية هي تحقيق الالتزام العاطفي، وهو في هذا المعنى التزام غير رشيد بالقواعد الرشيدة التي تحكم الهيكل. فأعضاء التنظيم البيروقراطي يتبعون قواعد رشيدة، ولكن الرئاسة غير البيروقراطية هي التي تضع هذه القواعد، وأعضاء التنظيم البيروقراطي يخدمون أهداف التنظيم، ولكن الرئاسة غير البيروقراطية هي التي تقرر هذه الأهداف. إن ارتباط التنظيم البيروقراطي بشخص قائد غير بيروقراطي يضع الفرملة النفسية التي تحول دون تحول التنظيم البيروقراطي إلى خدمة أهدافه الخاصة. الوحدة الثالثة، تصميم الهيكل التنظيمي. أهمية التنظيم ومفهومه: فالتنظيم يسعى إلى تنسيق وترتيب جميع العناصر الضرورية للعمل بما في ذلك العنصر البشري، ولقد عرف التنظيم بأنه ترتيب وتنسيق وتوحيد للجهود والأعمال والنشاطات بما في ذلك تحديد السلطة والمسؤولية المعطاة للأفراد لغايات تحقيق الأهداف. أهداف التنظيم: لكي يكون التنظيم فعالا فلابد أن يحقق الأهداف التالية: التحديد الواضح للمسؤوليات والاختصاصات والعلاقات الإدارية داخل التنظيم، التحديد الواضح للصلاحيات الممنوحة للأفراد العاملين، العمل على تحقيق التنسيق الجيد بين الوحدات الإدارية وبين العاملين داخل التنظيم، العمل على توفير بيئة عمل ومناخ تنظيمي ملائم يساعد على إنجاز الأهداف، تقسيم العمل بشكل واضح على المستويات كافة، تحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين الأجزاء وعلى المستويات، الاختيار الملائم للأفراد العاملين. خطوات أو مراحل بناء التنظيم: الخطوة الأولى تحديد الأهداف. إن أول خطوة من خطوات بناء التنظيم هي تحديد الهدف أو الأهداف من وجود هذا التنظيم، وذلك من أجل تحديد نوع وعدد الوظائف الأنشطة التي يتطلبها تحقيق هذه الأهداف. الخطوة الثانية إعداد قوائم تفصيلية بالأنشطة التي يتطلبها تحقيق الأهداف، ومن هذه الأنشطة تصميم المنتج واختيار التكنولوجيا الملائمة وتخطيط الإنتاج طويل المدى
وتخطيط الإنتاج السنوي وجدولة الإنتاج واستلام المواد وتخزين المواد وصرف المواد والإعلان والبيع الشخصي وهكذا. الخطوة الثالثة تجميع الأنشطة المتشابهة في إدارة واحدة بعد أن يتم إعداد كشف تفصيلي بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق هدف المنشأة. يتم تقسيم الأنشطة ووضعها في وحدات إدارية مختلفة بحيث يتم تجميع كل مجموعة متشابهة من الأنشطة في وحدة إدارية واحدة. الخطوة الرابعة تحديد العلاقات التنظيمية. بعد تكوين الوحدات الإدارية فإنه لابد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من خلال تحديد العلاقات المناسبة بين العاملين في مختلف المستويات الإدارية رأسيا وأفقيا، وهذه العلاقات التنظيمية تتصل بمفاهيم أساسية أهمها السلطة والمسؤولية والتفويض والمركزية واللامركزية ونطاق الإشراف واللجان. ويمكن إعداد توضيح لهذه المفاهيم. المفهوم الأول السلطة، وهي الحق القانوني والشرعي في إصدار الأوامر للآخرين للقيام بعمل معين، وهناك أربعة أنواع من السلطات. النوع الأول السلطة التنفيذية، وهي السلطة التي لها الحق في إصدار الأوامر ولا يجوز رفضها، وأوامرها لا تقتصر على مجال متخصص معين ولكن يشمل كل المجالات. ب السلطة الاستشارية، وهي الحق في تقديم النصح والاستشارة لأصحاب السلطة التنفيذية وتكون غير ملزمة التنفيذ من قبل الآخرين. ج السلطة الوظيفية أو التخصصية، وهي السلطة التي يستمدها صاحبها من الخدمات التي يقدمها إلى الإدارات الأخرى ليس بحكم كونه رئيسا عليها كما هو الحال في السلطة التنفيذية، ولكن بحكم الخدمات التخصصية التي يقدمها مثل إدارة الموارد البشرية، مثل إدارة الصيانة. د سلطة اللجان، وهي السلطة التي تمارس من قبل اللجان، وقد تكون اللجان تنفيذية أو استشارية. ومن المصطلحات الأخرى التي يمكن توضيح تعريف لها المسؤولية، وهي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات والأعمال التي تعهد إليه من سلطة أعلى. مصطلح آخر تفويض السلطة، هي عملية يتم بموجبها منح السلطة من الرئيس إلى المرؤوس لأداء عمل معين. وكذلك تعريف مصطلح المركزية واللامركزية، فالمركزية هي حصر حق اتخاذ القرار في قمة الهيكل التنظيمي، أي تركز السلطة في الإدارة العليا. أما اللامركزية هي نقل حق اتخاذ القرار للمستويات التنظيمية الأخرى الأدنى أو الفروع بموجب قواعد تشريعية. ويمكن توضيح مصطلحات أخرى مثل نطاق الإشراف، ويقصد به عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم إداري واحد ويخضعون لسلطته. اللجان، وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد المعينين أو المنتخبين يعهد إليهم كجماعة بمسؤولية القيام بعمل معين، وقد تكون اللجنة تنفيذية أو استشارية. الخطوة السادسة اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ مهام الوحدات الإدارية. بعد الانتهاء من عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية اختيار الأفراد لشغل الوظائف الموجودة في الهيكل التنظيمي بناء على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الخطوة السابعة رسم الهيكل التنظيمي على شكل مخطط يطلق عليه الخريطة التنظيمية، والخريطة التنظيمية توضح حجم الهيكل التنظيمي والتبعية ونطاق الإشراف لكل شخص وعدد المستويات الإدارية، وتعطي فكرة عن المناصب المختلفة. وقد تبين الخريطة خطوط انسياب السلطة من أعلى إلى أسفل، وقد تكون الخريطة من اليمين إلى اليسار، وقد تكون دائرية. الخطوة الثامنة إعداد الدليل التنظيمي.
في هذه المرحلة يتم إعداد الدليل التنظيمي، وهو عبارة عن ملخص في شكل كتيب يتضمن اسم المنظمة وعنوانها وأهدافها وسياستها وهيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية وإجراءاتها. الخطوة التاسعة إعادة التنظيم. تتمثل هذه الخطوة في ضرورة مراقبة عملية التنظيم بشكل دائم ومستمر وإدخال التعديلات المناسبة عليه عند الحاجة لذلك حتى يلبي أي متغيرات مطلوبة. التقسيمات التنظيمية. يوجد العديد من الصور أو الأشكال التنظيمية يمكن الاختيار من بينها أو الجمع بينها، ولكن نؤكد على أهمية أنه لا يوجد شكل تنظيمي أمثل يمكن تطبيقه على كل المنظمات، ولكن الهيكل الأمثل يعتمد على عدة عوامل ومنها طبيعة نشاط المنظمة وحجمها وعمرها وبيئتها والنمط التكنولوجي المستخدم، وذلك طبقا للنظرية الموقفية. أهم الأشكال التنظيمية السائدة: 1- التنظيم على الأساس الوظيفي، وهو أقدم أنواع التنظيم وأكثرها استخداما، وهو يعني تقسيم العمل على أساس التخصص داخل المنظمة، فكل تخصص يشكل وحدة مستقلة بالبناء التنظيمي مثل التمويل والإنتاج والتسويق والموارد البشرية، ويمكن الرجوع للكتاب صفحة 86 لدراسة التنظيم الشكل رقم 1/3 التنظيم على الأساس الوظيفي. النوع الثاني من التنظيم وهو التنظيم على الأساس الجغرافي. بمقتضى هذا التنظيم فإنه يتم إنشاء وحدة تنظيمية تباشر وتشرف على الأنشطة في منطقة جغرافية معينة، وبالتالي فإن هذا الشكل يلبي الاحتياجات المحلية ويحل المشاكل الخاصة بإقليم معين التي قد تختلف مع خصائص ومتطلبات ومشاكل المناطق الجغرافية الأخرى. وتزيد الحاجة إلى هذا الشكل التنظيمي عندما تتوسع المنظمة وتنتشر جغرافيا وتطبق مبدأ اللامركزية الجغرافية، حيث يصعب في هذه الحالة إدارة المنظمة مركزيا عندما تباشر أنشطتها في عدة مناطق جغرافية. ويمكن الرجوع لهذا الشكل في الكتاب صفحة 88. النوع الثالث من التنظيم وهو التنظيم على أساس المنتج. وفقا لهذا الشكل التنظيمي يتم إنشاء وحدة تنظيمية تختص بالإشراف على مجموعة الأنشطة الخاصة بإنتاج سلعة أو خدمة معينة، وكذلك يتم تجميع العاملين في إنتاج سلعة أو مجموعة من السلع أو الخدمات في وحدة تنظيمية واحدة، وهو الشكل التنظيمي المتبع في الشركات الكبيرة مثل شركات السيارات، ويمكن الرجوع لهذا الشكل في الكتاب صفحة 89. النوع الرابع من التنظيم وهو التنظيم على أساس الوقت. وطبقا لهذا النوع من التنظيم يتم تقسيم العمل إلى ورديات، ويقوم كل منها بأداء العمل سواء إنتاج سلع أو تقديم خدمة في وقت محدد، وخاصة في المنشآت التي يتم العمل فيها على مدار اليوم بأكمله مثل المستشفيات والمطارات والأجهزة الأمنية ومحطات توليد الطاقة وكذلك بعض الشركات الصناعية، ويمكن الاطلاع على نموذج لهذا الشكل في الكتاب صفحة 91. النوع الخامس من التنظيم وهو التنظيم على أساس العميل، حيث يتم التركيز في هذه الحالة على المستخدم الأخير، ومن الأمثلة الشائعة لذلك أن يتم تقسيم الإدارات في المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع إلى أقسام المنتجات الحربية وأقسام المنتجات المدنية وفي وزارة الإسكان، ومن الممكن أن يتم التقسيم حسب نوع العميل الذي يطلب السكن، فهناك إدارة إسكان الشباب أو الإسكان الشعبي، أو هناك الإسكان الاقتصادي للطبقة المتوسطة، وهناك الإسكان الفاخر للعميل الذي لديه القدرة على ذلك. ويوجد أسس تقسيم حديثة، مثال ذلك 1- التنظيم على أساس المشروع أو الفريق. بدأ في الظهور بصورة واضحة في صناعات الفضاء والطيران، ثم بدأ يتزايد استخدام مثل هذا الشكل في جميع المنظمات التي تحتاج درجة كبيرة من التخطيط والبحوث
والتنسيق مثل المؤسسات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية. ويمكن الاطلاع على نموذج لهذا الشكل في الكتاب صفحة 97. النوع الثاني من التنظيمات على أسس تقسيم حديثة وهو تنظيم المصفوفة، وظهر هذا التنظيم في صناعة الطيران والفضاء الأمريكية أثناء تنفيذ العقود الكبرى مع وزارة الدفاع، حيث كان تركيز الحكومة الفيدرالية ليس فقط على طلب الأداء الفني المرتفع، وإنما أيضا على الأداء المرتفع فيما يتعلق بالميزانية وتجنب زيادة التكاليف وإنجاز المشروعات في الأوقات المحددة. ويمكن للطالب الرجوع للكتاب والاطلاع على نموذج لهذا التنظيم المصفوفي صفحة 99. النوع الثالث من التقسيمات الحديثة وهو التنظيم الشبكي، فكثير من المنظمات المعاصرة تقوم بإسناد الوظائف غير الأساسية إلى شركات أخرى، بينما تحتفظ بالوظائف الهامة والأساسية لها، ومثال ذلك شركة نايك وشركة ريبوك للمنتجات الرياضية. ومن الغريب أن تعلم أن شركة نايك لديها إمكانيات محدودة للعمليات الإنتاجية الخاصة بها، بينما شركة ريبوك لا تمتلك أي مصنع من المصانع التي تنتج المنتجات الخاصة بها، وكلاهما يعتمد على مصانع وشركات في كوريا الجنوبية وتايوان حيث العمالة الرخيصة والمتوفرة. وبالتالي فهذا يؤدي إلى عدم وضع استثمارات كبيرة في الآلات، ويؤدي أيضا إلى إمكانية التغيير والتطوير حسب أذواق العملاء. وبصفة عامة فإن هذا النوع من التصميمات الهيكلية للمنظمات المعاصرة يتحقق عندما تتوفر الشروط التالية: محافظة التنظيم على التفوق والريادة من خلال الابتكار والتجديد، مشاركة المسؤولية بين الأفراد الذين يعملون معا، أهداف مشتركة موجهة لتحقيق رضا مجموعة أو أكثر من المجموعات الخارجية، تميل الاتصالات إلى كونها مفتوحة وعرضية أكثر منها رأسية، تعظيم استخدام التكنولوجيا المعلومات سواء على مستوى المنظمة أو في علاقتها بالمنظمات الأخرى، الميل إلى شكل التنظيم المرن أو الحيوي مع وجود عدد محدود جدا من المستويات التنظيمية، سيادة فكر مكسب بين جميع الأفراد والإدارات والوحدات والمنظمات. ويمكن الرجوع لهذا التنظيم في صفحة 100 و101.